شو ما في شيء اسمه هيئة التضامن؟ آخر مرة بسألكم ما كون رايحين؟ نحن قاعدين خلصنا بقى. بدي أخذكم معنا وما بدي تمانعونا. كل القطط يلي ماتت من تحت راسكم وحجة إنفلونزا الطيور قضيتوا على كل الجاج والطيور وهلا عم بتقولوا لا تمانعوا؟ يلا أمشي. يلا معنا يلا أمشي. حرك. ماما نحن كنا على حق وما سببنا الضرر لحدا ونحن مجبورين نأمن للحيوانات إمكانية العيش لأنه نحن اللي ساوينا خلل بالتوازن الطبيعي. أنا هلأ بالبيت رح ورجيكي كيف التوازن الطبيعي. امشي.